اسمع بارك الله فيك، كثير يتوب ولكنه يكذب في توبته ويتمادى في خطئه وزلته، تناسى أن الله يمهل، ولكن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون. قال منصور بن عمار: كان لي صديق مسرف على نفسه ثم تاب، وكنت أراه كثير العبادة والتهجد، ففقدته أياما فقيل لي هو مريض، فأتيت إلى داره فخرجت إلي ابنته فقالت: من تريد؟ قلت: قولي لأبيك فلان. فاستأذنت لي ثم دخلت فوجدته في وسط الدار وهو مضطجع على فراشه، وقد اسود وجهه وأذرفت عيناه وغلظت شفتاه، فقلت له وأنا خائف منه: يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله، أكثر من قول لا إله إلا الله. ففتح عينيه فنظر إلي بشدة ثم أغمي عليه ثم أفاق، فقلت له ثانية: يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله. ثم قلتها له ثالثا ففتح عينيه وقال: يا أخي منصور، هذه كلمة قد حيل بيني وبينها، هذه كلمة قد حيل بيني وبينها. فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قلت: يا أخي أين تلك الصلاة؟ أين ذلك الصيام؟ أين التهجد والقيام؟ فقال: كان كل ذلك لغير الله، كان كل ذلك لغير الله، وكانت توبتي كاذبة، إنما كنت أفعل ذلك ليقال عني وأذكر به، وكنت أفعل ذلك رياء للناس، فأبى الله إلا أن يفضح. قال: فكنت إذا خلوت إلى نفسي أغلقت الأبواب وأسدلت الستور وشربت الخمور وبارزت ربي بالمعاصي، ودمت على تلك مدة من الزمان، فأصابني مرض وأشرفت على الهلاك، فقلت لابنتي هذه: ناوليني المصحف، ناوليني المصحف وأخرجوني إلى وسط الدار في الفناء. قال: فأخذوني إلى وسط الدار في الفناء ومعي المصحف، فنظرت فيه وقرأت فيه، فقلت: اللهم بحق كلامك هذا في هذا القرآن العظيم إلا ما شفيتني، وأنا أعاهدك ألا أعود إلى الذنب مرة ثانية، اشفني يا رب ولن أعود إلى الذنب مرة ثانية. ففرج الله عني، فلما شفيت عدت إلى ما كنت عليه من المعاصي والذنوب، وأنساني الشيطان العهد الذي بيني وبين ربي، فبقيت على ذلك مدة من الزمن، شهوات ولذات ومعاصي، أحارب رب الأرض والسماوات. فمرضت مرة ثانية، مرضت مرضا شديدا أشرفت فيه على الموت، فأمرت أهلي، قلت: أخرجوني إلى فناء الدار وجيئوني بالمصحف أفعل كعادتي كما فعلت في المرة الأولى. فقرأت القرآن ثم رفعته إلى صدري وقلت: اللهم بحرمة هذا المصحف الكريم من كلامك إلا ما فرجت عني. قال: فاستجاب الله لي وفرج عني، وعاهدت الله ألا أرجع إلى الذنب والعصيان مرة ثانية، لكني عدت وتناسيت وتغافلت، فوقعت في هذا المرض الذي تراني فيه الآن. فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار كعادتي وكما تراني، ثم قلت لهم: ائتوني بالمصحف، ائتوني بالمصحف لأقرأ فيه. فلما فتحت المصحف في هذه المرة لم أرى حرفا واحدا من كلامه، لما فتحت المصحف في هذه المرة لم أرى حرفا واحدا من كلامه، فعلمت أن جبار السماوات والأراضين قد غضب علي، علمت أن جبار السماوات والأراضين قد غضب علي. كم عاهدته وكم تبت وكذبت في توبتي، وكم أمهلني وأعطاني من الفرص الواحدة تلو الأخرى، فعلمت أنه سبحانه قد غضب علي، فرفعت رأسي إلى السماء وقلت:
اللهم فرج عني، اللهم فرج عني يا جبار الأرض والسماء. فسمعت كأن هاتفا يقول: تتوب عن الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا برئت. فكم من كربة نجاك منها، وكم كشف البلاء إذا بليت. أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهمت؟ أما تخشى أن تأتيك المنايا وأنت على الخطايا قد دهمت؟ قال منصور بن عمار: فوالله ما خرجت من عنده إلا وعيني تسكب العبرات، فما وصلت الباب إلا وقد قيل لي أنه قد مات. حيل بينهم وبين ما يشتهون.